نشرة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز عناوين اليوم. إحباط محاولة فرار جديدة من سجن رومي بعد اكتشاف عمليات حفر نفق يؤدي إلى خارج السجن. القاضي صقر يطلب اتهام ميشيل سماحة وعلي مملوك بالتخطيط لأعمال إرهابية واغتيال نواب ورجال دين وسياسيين. القاضي فادي صوان يصدر مذكرة توقيف غيابية في حق محمود الحايك المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب. الوزير منصور يتسلم مذكرة بلغارية لإحالة ملف تفجير بورغاس على وزارة العدل. طرح مشاريع الانتخاب يتواصل داخل اللجنة الفرعية التي تسابق الوقت للخروج بصيغة اتفاقية قبل نهاية الأسبوع. مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على مطار عسكري يحوي طائرات وذخيرة شمال البلاد. كوريا الشمالية تجري تجربة نووية ناجحة تحت الأرض، تنديد دولي ودعوات لمجلس الأمن لتحرك صارم في هذا الاتجاه. دخلت اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب في سباق مع الوقت للوصول إلى صيغة توافقية للقانون قبل نهاية الأسبوع، فيما تتكثف المشاريع المطروحة على الطاولة وسط مخاوف من عدم الاتفاق على أي منها، ما يدفع فرضية تأجيل الانتخابات إلى الواجهة، خصوصا مع توافر المصلحة عند أكثر من طرف لهذا التأجيل. في الأثناء شهد سجن رومي إحباط محاولة فرار بعد اكتشاف إحدى عمليات الحفر على شكل نفق كان يمكن أن يؤدي إلى خارج السجن. قضائيا أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان مذكرة توقيف غيابية في حق محمود الحايك المتهم بمحاولة اغتيال نائب بطرس حرب. قضائيا أيضا طلب القاضي صقر صقر اتهام ميشيل سماحة وعلي مملوك بالتخطيط لأعمال إرهابية، وأحال مطالعته على القاضي أبو غيدة لإصدار القرار الاتهامي. وليس بعيدا عن هذه الأجواء، سلم القائم بالأعمال البلغاري وزير الخارجية عدنان منصور مذكرة تطلب من الخارجية اللبنانية تسليم ملف تفجير بورغاس إلى وزارة العدل. القائم بالأعمال البلغاري أكد حرص بلاده على الحفاظ على العلاقات الممتازة مع لبنان. في الشأن السوري، قام مسلحون ليلة أمس في منطقة طرابلس بإطلاق النار على شاحنات سورية محملة بالمازوت كانت متجهة إلى سوريا، وذلك بهدف منعها من إكمال طريقها. أما في الأزمة السورية الداخلية، فقد تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على مطار الجراح العسكري الواقع على طريق الرقة حلب الذي يضم عددا من الطائرات الحربية والذخيرة. دوليا جاء إعلان كوريا الشمالية عن إجرائها تجربة نووية ناجحة تحت الأرض ليثير موجة انتقادات دولية ودعوات لمجلس الأمن لتحرك صارم في هذا الاتجاه. البداية شانطال من محاولة إحباط فرار جديدة من سجن رومي، وينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل حسين خريس. إذن حسين، كل المعلومات معك، تفضل. نعم، حقيقة في البارحة أي ليل الثلاثاء كان هناك دورية للجيش اللبناني هنا في رومي تابعة لفوج المغاوير، وأحد عناصر هذه الدورية شهد فجوة في الأرض خارج سجن رومي، وبعد البحث والتدقيق اكتشف بأن هذه الفجوة تعود، يعني الهدف منها هي الوصول إلى المبنى دال الموجود داخل سجن رومي. هذا المبنى كان قد ترك منذ سنة 2011، أي أن كل السجناء أخرجوا منه ووزعوا على مبان أخرى. هذا المبنى دال ترك منذ 2011، وهذه الفجوة التي هي خارج سجن رومي كانت تهدف إلى الوصول عبر نفق إلى المبنى دال، إلى داخل مصنع للشمع في الطبقة الأرضية داخل المبنى دال. لذلك عندما اكتشف هذا الأمر بلغ المعنيون من قوى الأمن الداخلي المولج حماية سجن رومي وعدم فرار أي سجين، وأبلغ
الجيش اللبناني أيضا، وأجري المقتضى اللازم لهذا الموضوع، وفتح تحقيق من قبل القاضي داني الزعني الذي كلف من المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية. ولكن تاريخ هذه الفجوة حتى هذه الساعة لم يعرف حتى هذه اللحظة. الجدير ذكره أن المبنى دال يعاد تشييده بتكلفة 7 ملايين دولار، ويراد من هذا المبنى نقل سجناء فتح الإسلام إليه. لذلك الموضوع يعني فيه تساؤلات كبرى، ولكن نقل السجناء إليه يعني لم يحدث حتى هذه الساعة، وهو بعيد بالنسبة إلى الموضوع التاريخي، يعني بعيد تاريخيا، ولكن اكتشف هذا الأمر ليلة البارحة وأجري المقتضى اللازم. شكرا للزميل حسين خريس مباشرة من روبي. إلى ذلك، يتابع أعضاء المجلس العدلي الاستجواب التمهيدي لموقوفي فتح الإسلام في أحداث نهر البارد، وتم استدعاء 21 موقوفا جديدا إلى جلسة تعقد عند 3 من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل. أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر مطالعته في قضية النائب والوزير السابق ميشيل سماحة، فطلب اتهام كل من سماحة واللواء علي مملوك بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا إلى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بغية اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين، سنة إلى مواد تنص عقوبتها على الإعدام. كما طلب صقر تصدير مذكرة تحر دائم توصلا إلى معرفة كامل هوية مدير مكتب اللواء علي مملوك العقيد عدنان، وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة لإصدار القرار الاتهامي وإحالة الملف والمدعى عليهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. تسلم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ملف عرسال وبشر تحقيقاته الاستنطاقية باستجواب الموقوفين، كما أصدر القاضي صوان مذكرة توقيف غيابية في حق محمود الحايك المتهم في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب بسبب عدم العثور عليه. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف النائب بطرس حرب. شيخ بطرس، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية، هل يمكن اعتبار هذا تقدم ملموس في هذا الملف برأيكم؟ تفضل. هلا بالحقيقة أنا اسمح لي بالأول بلش أقول إنه أنا فخور وسعيد إنه القضاء اللبناني الحقيقة عم بيمارس دوره في قضية تتعلق بأمن البلاد، وبالتالي في قضاة في لبنان نفتخر ونعتز فيهم، وهن قضاة الحقيقة من خلال موقف مفوض الحكومي واليوم موقف قبل قاضي التحقيق العسكري الأستاذ صوان، قدروا صححوا المسار وردوا التحقيق إلى مجراه الطبيعي وأخرجوا من واجهة الضغوط اللي كانت عم تمارس على التحقيقات لكي يفلت المتهم والمشتبه به من يد العدالة. أنا سعيد وأنا الحقيقة اليوم أفتخر بالقضاء، وبعتبر أنه مقام به الرئيس صوان طبعا هو ما يدفعني إلى تأكيد إيماني من جديد بأنه عندنا قضاة ممتازين منشوف حالنا فيهم، عندنا قضاء صالح للعمل متى أبعدت الضغوط عنه ومتى أبعدت الممارسات السيئة عنه. وأنا بعتقد أنه بس مقارنة ما جرى سابقا حيث كان لمدعي التمييز رأي ويمكن يعطي أمر بكيف صارت التحقيقات، ومقارنتها بوقت اللي نقلت إلى قاضي التحقيق حيث لمدعي العام التمييز ما في صلاحية لإصدار الأمر لقاضي التحقيق، ب4-5 أيام طلعت مذكرة التوقيف، صرنا 6-7 أشهر ناطرينا وكانت تطلع لأنه كان القاضي ماضي بتأسف كان هو عم بيحول دون صدوره لأنه كان على اتصال وعم بيعمل مساعي للالتفاف على القضية وعدم إخفاق العدالة. وهذا ما أشرت إليه يعني شيخ بطرس بمؤتمرك الصحفي الأخير إلى صفقة ما ومحاولة إلى إقحام يعني أحد الأشخاص لكي ينتحل صفة الحايك في هذا الإطار، يعني ممكن هل تعتبر أن ما جرى اليوم هو يعني قطع طريق على هذا الموضوع؟
هذا احد الاحتمالات، انه كان ممكن اي واحد يجي يقول انا محمود الحايك. بتعرف اليوم انه الامكانات التقنيه الموجوده عند بعض الفئات الحزبيه ولا سيما العسكريه عند الاموال الطائله والامكانات الهائله انها تعمل تذكره لاي واحد تقول انا محمود الحايك ويجي يعطي افاده، لا تطلع بصماته ولا يطلع شيء ولا بالدي ان اي ينكشف. وهذا كانت المحاوله انه يجي الصبح ويفل الظهر على اساس بدون أي تحقيق جدي في هذا الموضوع، بيكون القصة راحت وأنه صار محاولة اغتيال وانتهت القصة دون أي إجراء قانوني جدي. أنا بعتبر اليوم أنا الحقيقة مثل ما قلت أنا إيماني كان كبير وسيبقى كبير بالقضاة وبالقضاء اللبناني، وأمل بالنتيجة أنه هذه المسيرة وهذه الخطوة الثانية الجيدة اللي حصلت في أيام تفصل عن الخطوة الأولى، أنا بعتبرها هي خطوة جيدة جدا بترد الثقة بالقضاء اللبناني لكل اللبنانيين. شكرا جزيلا للنائب بطرس حرب. في وزارة الخارجية تسلم الوزير عدنان منصور من القائم بأعمال السفارة البلغارية في لبنان بلامين زولوف مذكرة مقرونة بالملف الكامل لحادثة تفجير بيرغاز الموجه من وزارة العدل البلغارية إلى وزارة العدل اللبنانية. وللإضاءة على هذا الموضوع انضم إلينا الصحفي خليل فليحان. أهلا بك إلى نشرة بيروت اليوم. كيف برأيكم ستتم معالجة هذا الملف تحديدا بعد تسلم الوزير منصور هذه المذكرة؟ أولا هذه هي أول مذكرة رسمية بلغارية من حول الجريمة التي حصلت في بوغاريت في بلغاريا، وأن هذا المذكرة أولا مذكرة موجهة إلى وزارة الخارجية من وزير الخارجية وأخرى إلى وزارة العدل، هناك رسالة. وعلمت أيضا أن هناك تشابه في النص بين يعني المذكرة والرسالة، ورسالة من وزارة العدل التعاون القضائي لن تتضمن يعني لم يعرف أكثر من ذلك، ولكن لم يعني يحتوي لا تحتوي المذكرة والرسالة على أي طلب يعني لتسليم المتهمين، علما بأن المذكرة أيضا تتضمن ثلاثة أسماء بباسبورات أو جوازات سفر، الأول أسترالي والثاني كندي والثالث يعني من جنسية أخرى. لذلك المرحلة الأولى هي التعاون القضائي مع لبنان. نعم استاذ خليل، يعني الاتحاد بالسياسي يعني الاتحاد الاوروبي تريث يعني باصدار اي قرار في هذا الاطار، هل برايك ان السلطات اللبنانيه يعني ستتماهى بشكل او باخر في التعامل ضمن المسار القانوني المطلوب في هذا الاطار؟ لا اعتقد ذلك، لان المذكره الرسميه اليوم لم تطلب سوى مقارنه معلومات. يعني هناك معلومات توافرت لدى الأمن القومي البلغاري، هذه المعلومات تقول بأن هناك شخصين ينتميان إلى حزب الله شاركا في عملية تفجير الحافلة، لكن يعني لم تطلب السلطات البلغارية تسليمهما، إنما طلبت مقارنة المعلومات، هل لدى لبنان هذين الاسمين ما هو المعروف عنهما، يعني تحقيق يعني تعاون فقط، علما بأن السلطات البلغارية لم تصدر بعد انه بلغاريا لم تصدر اي قرار قضائي بهما. لذلك يعني علينا التريث. صحيح ان المسألة طرحت على الاتحاد الاوروبي وعلى الاجهزة القضائية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا أن ننتظر إلى 18 من الشهر المقبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين ليبتوا من الناحية السياسية، والسادس من الشهر المقبل اجتماع لوزراء الداخلية الاتحاد الأوروبي لنعرف ما هو القرار النهائي بالنسبة لهذا الموضوع. نعم الصحفي خليل فليحان شكرا لك على كل هذه التوضيحات.
أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن عرسال ليست محاصرة من قبل الجيش، بل أن أفراده هم أبناؤها ووحداته منتشرة في داخلها وحولها، وخصوصا لجهة الحدود مع سوريا، لافتا لأن لا صحة للأنباء المتداولة عن استعمال آلات حادة لتشويه جثث العسكريين. كلام قهوجي جاء خلال زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، حيث أطلعه على الإجراءات والتدابير المتخذة لضبط الأمن وتلك المتعلقة بملاحقة الذين اعتدوا على الجيش. لجنة الانتخاب تواصل اجتماعاتها في ساحة النجمة، وللمزيد تنضم إلينا من هناك الزميلة جويس عائقي. جويس، المسار الجديد نحو القانون المختلط، ماذا في تفاصيل اليوم؟ نعم شانتال، يعني هناك تقدم ملحوظ سجل اليوم في ساحة النجمة عندما تقدم النائب أحمد فتفت باقتراح قائم على النظام المختلط، بعدما كانت كتلة المستقبل يعني تحدثت أو كانت مصرة على أن يكون هناك النظام الأكثر في قانون الانتخاب، ولكن يبدو أنه كان هناك نوع من التنازل، وتقدم النائب أحمد فتفت باقتراح يقوم على النظام الأكثر بنسبة 70% وعلى النظام النسبي بنسبة 30%، ما يؤمن 90 نائبا بالنظام الأكثر و 38 نائبا حسب النظام النسبي. وبحسب دائما بحسب النائب أحمد فتفت فإن هذا الاقتراح يؤمن 55 نائبا بأصوات المسيحيين. هذه الخطوة شانتال يعني رأى فيها النائب جورج عدوان خطوة مهمة جدا، وقال أقله اليوم يمكن أن نقول أنه حدد شكل القانون وبات قانون مختلط سيصدر عن اللجنة الفرعية التي تبحث قانون الانتخاب. أيضا قال نائب جورج عدوان يعني هذا القانون أو هذا الاقتراح هو قريب من اللقاء الأرثوذكسي وهو توافقي في نفس الوقت، وبالتالي لا يمكن أن يرفضه أي فريق. في المقلب الآخر يعني تحدث النائب ألاعون وكانت يعني قال أن هذا اقتراح القانون لا يزال بعيد جدا عن المناصفة وعن تأمين التمثيل الصحيح للمسيحيين. أيضا استطعنا أن نتحدث إلى النائب علي فياض، قال لنا نائب فياض أن لديه ملاحظات على يعني كيف وزعت الدوائر في هذا القانون، وقال أيضا تحديدا أنا لدي تحفظ لماذا نسبة الأكثر هي 70% بينما نسبة النظام النسبي 30% في هذا القانون. يعني شانتال هناك بعض التحفظات على هذا الاقتراح، سيبحث في هذا الاقتراح في فترة ما بعد الظهر بحسب ما قال النائب روبير غانم. إشارة أخيرة إلى أن النائب سامي الجميل من المتوقع أن يطرح اقتراح قانون مشابه لاقتراح النائب فتفت، إنما ب36 دائرة وليس ب37، وأيضا قائم على بحسب معلومات الام تي في على 9 محافظات على أساس النسبية وب36 قضاء إذن على أساس الأكثري. وقال اجتمعنا مع القوات ونائب فتفت واتفقنا على سلة من الاقتراحات المشابهة، في المقابل هناك نية لدى الفريق الآخر، يعني نتمنى تعبنا من تقديم الاقتراحات ونتمنى أن تكون هناك نية لدى الفريق الآخر بأنه التوصل إلى قانون جدي. إذن شانتال هكذا هي الأجواء في ساحة النجمة، والآن نستمع إلى أبرز الكلمات التي تليت هنا. بدأنا النقاش بفيتويات، فريق بيقول ما بدي نسبي وفريق بيقول ما بدي أكثري، وصلنا اليوم إلى نقاط مشتركة هي بالمشاريع المختلطة، وكان أبرز ما تقدم به اليوم هي كتلة المستقبل قدمت اقتراح جديد مبني على المختلط بين النسبي والأكثر. بالإضافة إلى ما تقدم به وانطلاقا منه خينا الأستاذ علي بزي باسم الرئيس بري، وما تقدم به زميلنا الأستاذ أكرم شهيب باسم الحزب الاشتراكي. نحن اليوم تقدمنا بطرح مختلط لقانون انتخابات مختلط وفق النظام الأكثري والنسبي على أساس 70% أكثري و 30% نسبي. الأكثري يعتمد الدوائر 37 اللي سبق دولة الرئيس سعد الحريري ونحن باسمه تقدمنا فيها للمجلس النيابي سابقا وهي موجودة عندكم،
يعني هي دوائر تعتمد من نائبين إلى 5 نواب حد أقصى، تعتبر أنه القضاء هو حد أقصى أيضا، والأقضية اللي فوق 5 نواب جرى تقسيمها إلى 2، 3 أو 4 دوائر، مع الإصرار على التواصل الجغرافي، التواصل الديموغرافي، وأيضا أن يكون النائب أن الدائرة حجمها متناسب مع عدد نوابها من ناحية السكان وليس المساحة. اليوم فينا نقول تحدد القانون الجديد من ناحية أنه هو قانون مختلط، لأنه كل الأفرقاء اليوم صاروا مسلمين أنه القانون الجديد هو قانون مختلط. طبعا رح تقولوا لي في تفاصيل الدين نسب بين النسبة والأكثر كيف الدوائر، أنا بقولكم أكيد هالتفاصيل مهمة، بس وقت المنسلم كلنا بمبدأ القانون المختلط يلي هو رح يكون القانون الجديد بنكون عملنا الخطوة الأساسية. ليش؟ لأنه نحن حددنا شو هو القانون يلي مبدأ القانون المتفقين عليه يلي هو مبدأ المختلط، حددنا المعايير يلي كل قانون ما ننطبقن عليها، بقي انه نفوت بالتفاصيل. اشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دردشة مع الصحفيين المعتمدين في السراي الى ان الحكومة ملزمة باجراء الانتخابات في موعدها في 9 من شهر حزيران المقبل وفق القانون النافذ اذا لم يقر مجلس النواب قانونا جديدا، وشدد على ان قرار تأجيل الانتخابات هو من صلاحية مجلس النواب والحكومة لن ترسل اي مشروع في هذا الصدد. وكان ميقاتي اكد للنهار انه تصرف بشان توقيع طلبات الحصول على الداتا بما يقتضيه القانون، وارسل الطلب كما ورد من وزيري الداخليه والدفاع الى وزير الاتصالات. وعن احتمال عدم استجابه صحناوي اكد ميقاتي ان على الوزير التنفيذ وليس الاعتراض، والا فليتحمل مسؤوليه اي اخلال بالامن يمكن ان يحصل من جراء عدم توافر المعطيات المطلوبه في الداتا. أقدم مسلحون مجهولون منتصف ليل الاثنين عند بولفار الملولة في طرابلس على استهداف موكب شاحنات سورية محملة بالمحروقات كانت متجهة إلى سوريا، وذلك بإطلاق النار عليها بغية منعها من إكمال طريقها، وقد أسفر إطلاق النار عن إصابة شاحنتين ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المازوت على الطريق. القوى الأمنية التي منعت أيا كان من الاقتراب من الشاحنات منعت شاحنات أخرى كانت قادمة من بيروت نحو سوريا من مواصلة طريقها. أكد المستشار الإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد لصحيفة النهار أن ملف مخطوفي عزاز يسير في اتجاه نهايته السعيدة، لأن معظم مرتكزات الحل لهذه القضية أصبحت جاهزة، وأن الأطراف المعنيين أبدوا استعدادهم لإنهائها بما فيهم تركيا وقطر والسعودية، كاشفا عن وجود عقدة أخيرة قبل الإفراج عنهم لم يفصح عن ماهيتها. وذكرت النهار أن المخطوفين باتوا في عهدة فصيل من المعارضة السورية على علاقة بأنقرة، وأن الاتصالات مستمرة لإنجاز صفقة التبادل، ومن ضمنها إطلاق دمشق عددا من المعتقلين لديها وإطلاق لبنان موقوفين إسلاميين ومعارضين سوريين. وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يؤكد ضرورة توحيد الرؤية الدولية بشأن الأزمة السورية، ويشير إلى أن تدخل الأمم المتحدة ضروري لإنهاء الأزمة. المشكلة الحقيقية يقع على أهل النظام السوري، هو الذي يرفض أن يكون هناك حل سلمي، هو الذي يرفض انتقال السلطة بعد أن مثل أدى عملها إلى إزالة أي رابطة تربط الشعب السوري بهذه القيادة. فبالتالي السؤال يطرح نفسه، ماذا سيعمل المجتمع الدولي أمام هذا الرفض وهذا النزيف المستمر؟ نحن في نظرنا إذا كان المجتمع الدولي لن يتخذ إجراءات وقف النزيف، على أقل تقدير أن يمكن السوريين من الدفاع عنهم.
مقاتلو المعارضة يسيطرون على مطار عسكري في شمال سوريا والمقداد يأمل من واشنطن تغيير سياستها تجاه بلاده. التفجيرات والاشتباكات والعمليات العسكرية والأمنية وأعداد القتلى الضخمة يوميا تجعل طريق الحوار شائكا في سوريا، رغم الأجواء الإيجابية بشأن احتمال عقد لقاء بين وزير المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدم صورة حقيقية عن الوضع السوري. سوريا تدمر ذاتها، فبعد عامين من الأزمة لم نعد نحصي الأيام والساعات بل عدد القتلى، ففي كل يوم جديد نتحضر لمئات القتلى. القتال يحتدم والكراهية الطائفية آخذة في التفاقم، وكل هذه الكوارث تندرج في سجل جرائم الحرب. أما العنف الجنسي فآخذ في الانتشار، إن سوريا تتمزق جزءا بعد الآخر. بان حض الحكومة السورية على التجاوب مع اقتراح الخطيب معتبرا أنه مناسبة يجب عدم تفويتها، مطالبا مجلس الأمن بتخطي الانقسام. ميدانيا يواصل مقاتلو المعارضة تقدمهم بعدما تمكنوا من السيطرة على مطار عسكري في شمال سوريا يضم طائرات حربية وذخيرة، وأكد المرصد السوري أن المقاتلين من عدة كتائب إسلامية. وفي متابعة للانفجار على مركز حدودي بين تركيا وسوريا، اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الانفجار الدموي اعتداء ناتج من استخدام متفجرات، مشيرا إلى أن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 14 قتيلا مع وفاة جريح متأثرا بإصابته في المستشفى. من جهة أخرى ينظم موالون للرئيس السوري بشار الأسد مسيرة الثلاثاء المقبل في إحدى الساحات الرئيسية في وسط العاصمة تحت شعار صامدون ونتحدى الإرهاب. بعد الإعلان، فضيحة لحوم الخيل تجتاح أوروبا. والآن الصفحة الاقتصادية مع الزميل موريس متى. مرحبا ماجد، مرحبا شاطر. مرحبا موريس، شو قصة لحوم الخيل؟ يعني حديثنا اللي بدأ تحت الهواء واللي ما زال مستمر، الأزمة صارت بكل أوروبا، منا أزمة إنه لحوم الخيل تضر أو لا تضر، هي أزمة عم نغش المستهلك، عم نبيعوا لحمة بقر على لحمة خيل على أساس هي لحمة بقر. هون صار في النزاع القضائي اللي بدأ والملاحقة، وبدأت التحاليل إمكانية انتشار إلى أكبر يمكن بلاد أخرى غير دول الاتحاد الأوروبي. دول أخرى، على كل على أمل ما تكون هاللحوم وصلت إلى لبنان، ونحن بانتظار أيضا متابعة، رح نتابع هذا الملف تنشوف إذا دخلت هاللحوم إلى لبنان ولا لا، وكيفية معالجته بشكل عام. منتابع كل شيء. شكرا. والبداية اللبنانية، عقد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بلبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمر صحفي مشترك لإطلاق أول صندوق من نوعه بلبنان لتحفيز وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة متوسطية لإنشاء ودعم مؤسسات حديثة عاملة بمجال الإبداع والابتكار. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مباشرة على الهاتف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الأستاذ محمد شير. أستاذ محمد، شكرا لكونك معنا على الهواء. يعني اليوم أطلقتم صندوق جديد، شو هو هذا الصندوق؟ كيف بيتم الطلبات اليوم وتقديم الطلبات له؟ وكيف يتم تقديم إن كانت قروض أو تمويل لمن يبحث عن التمويل من هالصندوق؟ أستاذ كريم، أول شيء أنا بحب أقول أنه توقيت يعني إطلاق هذا الصندوق لنعطي أمل للشاب اللبناني أنه في بعد حدا عم يسأل عنه. نعم. لأنه رغم كل أهل السياسة اللي عم يحاولوا يأسونا ويحاولوا يعني يساعدوا بهجرة الشباب، عم نقول له نحن كهيئات اقتصادية كقطاع خاص موجودين هون لنكون حدكم. هذا الصندوق هو لأي يعني فتح للمساعدة لفتح علاقات مع الدول المتوسطة، يعني أي شخص اليوم عنده مشروع بلبنان بده دراسة نحن مساعدين نمول له هذه الدراسة. بده نعمل له علاقات بأي دولة على المتوسط نحن مستعدين نكون حده ونساعده لنوصل له فكرته ونشحه. تعرف أنت المتوسط هي 23 دولة، عم نحكي أكثر من 700 مليون نسمة. يعني أفهم من حديثك أستاذ محمد أنه الصندوق مخصص لتمويل الدراسات وتأمين العلاقات لأي شاب اليوم
بده يبقى يفتح مؤسسة ولا تؤمنون التمويل للقيام بالمؤسسة والاستثمار؟ خليني أقول لك، أنا سأطلق قريبا، هلا أقول لك إياها أول شيء لك. أنا خلال شهر سأطلق اليوم صندوق مالي، لأنه أكيد ما بكفي بس أنه نحن نعطي ثمن الدراسي، لا إيه، وبعدين حيكون في صندوق مالي حنبتدي ب$5 مليون لنقدر كمان ندعم المشروع. من سيمول هذا الصندوق الجديد؟ الصندوق الجديد حيكون في شركات مالية، مصرف لبنان والقطاع الخاص اللبناني. أما صندوق الفارو كمان مصرف لبنان دعمه، والغرفة كمان دعمت، والقطاع الخاص داعم. أستاذ محمد، بشكل كتير سريع اليوم إذا أي شخص بده يطلع على المزيد حول هذا الصندوق وكيفية تقديم الطلبات، لوين بيتوجه، لمين بيقدر يحكي معنا؟ أستاذنا على الغرفة في أرقام تليفونات، في بروشور صارت موجودة، كل التفاصيل صارت موجودة على صفحة الغرفة. وبعدين يعني الجواب حيكون سريع جدا، مش اي يعني خلال اسبوع بنقدر نكون عاطينه يعني الجواب. نعم استاذ محمد شقيرة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت، نحن بنحيي جهودكم بهذا الملف ومنتابع جولتنا الاقتصادية، حيث توقعت مصادر مطلعة بالقطاع النفطي للام تي في استمرار ارتفاع اسعار المحروقات هالاسبوع، حيث متوقع ان يرتفع سعر صفيحة البنزين بكرة الاربعاء بحوالي 600 ليرة والمازوت ب 300 ليرة. عربيا، دشنت مطارات دبي وطيران الإمارات مبنى كونكور آ بمطار دبي الدولي، واللي يعد أول مبنى من نوعه بالعالم مخصص لطائرات الإيرباص A380. الأمر بيرفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 60 إلى 75 مليون مسافر سنويا. وكونكور آ اللي بيمتد على 29 ألف متر مربع بضم 20 بوابة لصعود الركاب لطائرات الإيرباص A380، إشارة إلى أن حكومة إمارة دبي كانت بدأت بتنفيذ برنامج لتوسيع مطار دبي الدولي بكلفة 7.8 مليار دولار، بظل توقعات بأنه يكون أكبر مطار بالعالم مع إمكانية استيعابه 90 مليون مسافر بحلول 2018. أيضا عربيا، عزز الصندوق السيادي القطري من ملكيته بتاني أكبر متجر للمجوهرات بالعالم تيفاني أندكو من 7.8% إلى 8.7%، أي لحوالي 10 مليون سهم بقيمة إجمالية بتوصل إلى $700 مليون. وبتسعى قطر لاقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية بشركات عالمية مثل فولكسفاجن وكريدي سويس وإكستراتا للتعدين، بالإضافة إلى سعي قطر لشراء حصة بمصرف مورغان ستانلي. ومن المعلوم أن الصندوق السيادي القطري بيمتلك حصص بالعديد من الشركات والبنوك العالمية مثل باركليز بريطاني، البنك الزراعي الصيني، و أيضا سانسبريز ثالث أكبر متجر تجزئة ببريطانيا، بالإضافة إلى حصص بشركة توتال الفرنسية، بالوقت اللي اشترى فيه الصندوق السيادي القطري سلسلة هارودز البريطانية مقابل $2.33 مليار، وكبرى أيضا الفنادق بالعاصمة الفرنسية. أيضا عربيا، كشفت وكالة الطاقة الأمريكية أنه السعودية لديها احتياطي بيبلغ 265 مليار برميل من النفط، بما يعادل خمس الاحتياطي العالمي. وأشارت الوكالة إلى أن المملكة بتنتج 11.6 مليون برميل يوميا من الخام، منها 1.8 مليون برميل من الغاز الطبيعي. والسعودية صدرت 54% من نفطها لدول شرق آسيا، بالمقابل استوردت الولايات المتحدة 1.4 مليون برميل يوميا من النفط السعودي بال2012، أي ما يغطي 16% من الاستهلاك الأمريكي. نبقى بالملف العربي، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن وزير الخارجية جون كيري رح يسعى للإفراج عن أموال المساعدات الخاصة بالسلطة الفلسطينية واللي بيحتجزها الكونغرس وقيمتها $700 مليون، وكان خصص مبلغ $495.7 مليون للسلطة الفلسطينية بالسنة المالية 2012، وقت رفع طلب للكونغرس الأمريكي بتخصيص مبلغ $200 مليون للفلسطينيين بالسنة المالية الحالية. وبتواجه السلطة أسوأ أزمة اقتصادية من سنوات لأسباب من بينها عدم وفاء الجهات المانحة بالمبالغ تعهدت فيها بالسابق، بالإضافة لاستمرار السلطات الإسرائيلية بتعليق تحويل أموال الضرائب اللي بتجنيها لصالح السلطة الفلسطينية. عالميا، خفضت وكالة موديز توقعاتها لاقتصادات متقدمة على رغم استمرار تراجع المخاطر اللي بتواجه الانتعاش، وتوقعت الوكالة انه يسجل الناتج المحلي الاجمالي لثمان دول بمجموعة العشرين بما فيها المملكة المتحدة، المانيا، اليابان والولايات المتحدة، انه يسجل نمو ب 1.4% بال 2013 بالمقارنة مع 1.6% بتوقعات سابقة، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع اعباء البطالة والاوضاع المالية المتردة بالعديد من الدول، إشارة إلى أن الوكالة كانت توقعت أنه تسجل مجموعة العشرين ككل نسبة نمو اقتصادي قرب 2.9%.
أوروبيا، أعلنت الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي أن وزراء الاتحاد والمعنيين بفضيحة الغش بمسألة لحم الخيل رح يجتمعوا يوم غد الأربعاء ببروكسل لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها على مستوى الاتحاد. وكانت تسعى نطاق فضيحة استخدام لحوم الخيل بشرائح اللحم المصنوعة البرجرز ببريطانيا بدل من لحوم البقر. لا يمتد هالملف لعدد من الدول الأوروبية من بين فرنسا ورومانيا والسويد بالإضافة لإيرلندا، إشارة إلى أن السلطات الرومانية كانت بدأت التحقيق حول إمكانية أن تكون إحدى المزارع برومانيا هي وراء انتشار هاللحوم. قبل ما ننتقل إلى الأسواق، لابد من إشارة أنه بعض اللحظات كان أدلى وزير الكهرباء والطاقة السوري بتصريح لوكالة سانا السورية بأكد فيها أنه الخسائر الإجمالية للاقتصاد السوري من بداية الأزمة حتى اليوم نتيجة وقف الكهرباء ونشاط الطاقة بسوريا بلغت حوالي 22 مليار دولار. طبعا تفاصيل هذا الخبر رح نوفيها بالنشرة المسائية. من الأخبار إلى جولة البورصات، والبداية طبعا بورصة بيروت اليوم اللي أنهت الجلسة على بعض الارتفاع بدعم من أسهم سوليدار اللي عادت واقتربت لمستويات تقريبا 13 دولار بعد ما تراجعت 12 دولار ونص تقريبا بالجلسة السابقة. التباين سيطر على الأسواق الخارجية اليوم، مؤشر سوق دبي كان لها الضغوط المستمرة من عمليات البيع لجاني الأرباح، وطبعا عاد لسجل تراجعات بحوالي 0.5% لمستويات قرب 1888 نقطة تقريبا. ارتفع مؤشر نيكي الياباني بحوالي 2% بدعم من أسهم الشركات المالية بعد ما أبدى مسؤول بالخزانة الأمريكية دعمه لسياسات اليابان لمحاربة انكماش الأسعار وتعزيز النمو، طبعا ما دفع الين إلى مزيد من التراجع وبالتالي ارتفعت الأسهم، وعم نشاهد الأسهم مرتفعة بحوالي 2%. لازم نشير إلى أن أسهم الصينية مغلقة اليوم لمناسبة أيضا مناسبة بدء السنة القمرية بالقارة الآسيوية وتحديدا ببلاد الصين. استقرت الأسهم الأوروبية مع تأثر سائل المستثمرين سلبا جراء توقعات ضعيفة للشركات بشكل عام. أما الأنظار كلها الأسبوع فهي لاجتماع مجموعة العشرين نهاية الأسبوع، طبعا الاجتماع اللي رح بدوم على رأس جدول أعماله سعر صرف العملات وتحديدا إمكانية دخول العالم بمحاربة بحرب عالمية حرب عملات جديدة. تفاقمت خسائر الذهب لسجل مزيد من وعاد لسجل بعض الاستقرار وكنا بتبقى مستويات متدنية 1648 دولار للأونصة. أما النفط فعاد لسجل بعض الارتفاعات بدعم من التجربة النووية اللي قامت فيها كوريا الشمالية صباح اليوم، ورفعت المخاوف حول الوضع الأمني العالمي بشكل عام مستويات 97 دولار تقريبا للWTI الأمريكي، وبرنت أيضا ارتفع بنصف المية. إلى جولة سريعة على أداء العملات، حيث اليورو تعافى الين كان تعافى مقابل الدولار بعد ما أعلن مسؤول بالخزانة الأمريكية أنه بوافق السياسة اليابانية اللي بتشجع لضخ مزيد من السيولة بالسوق وبالتالي لمحاربة انكماش الأسعار بالأسواق. أما اليورو فهو على مستويات 1.3447. انتهى الاقتصاد، مزيد من الأخبار بالنشرة المسائية، بنعود لكم. شكرا موريس. عرض نائبا جبة بشري ستريدا جعجع وإلي كيروز مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعاناة مزارعي التفاح في منطقة بشري نظرا للصعوبات التي يواجهونها في تصريف إنتاجهم، واقترح شراء الحكومة جزءا من الإنتاج لصالح الجيش والقوى الأمنية على غرار ما يحصل بالنسبة لمنتجات زراعية أخرى. عدم إعطاء تأشيرات قطرية وإيقاف إقامات إماراتية وطرد مغتربين في ليبيا لفئة معينة من اللبنانيين. التفاصيل في تقرير خاص للزميل حسين خريس. نشرت إحدى الصحف المحلية مقالا أكدت فيه أن عملية إبعاد جديدة لفئة من اللبنانيين يتم تنفيذها في ليبيا، والسبب بحسب ما أشارت الصحيفة هو خطر نشر التشيع بدعم إيراني، إضافة إلى دعم مالي يقدمه اللبنانيون المغتربون إلى حزب الله. وزير الخارجية عدنان منصور نفى عبر الام تي في ما نشر. من سفارتنا تبلغنا وراجع القائم بالأعمال اللبناني في طرابلس السلطات الليبية ما له أي أساس. إثارة قضية ليبيا أعادت إلى واجهة الأحداث قضية عدم إعطاء قطر تأشيرات دخول للبنانيين الراغبين في الذهاب إليها، وعدم تجديد السلطات القطرية لإقامات بعض اللبنانيين المقيمين هناك، ما دفعهم إلى مغادرة الدوحة. هيدا إجراء بياخدوه وزارة الداخلية القطرية، نحن ما بنتدخل بشؤون الآخرين، ولكن طبعا هذا اجراء مؤقت، بكره بيرجعوا عنه الاخوان القطريين. منا اكدتوا انه مؤقت؟ اكيد مؤقت، منه اجراء دائم، ولكن لا يستهدف
أنه فئة من الفئات أو شريحة من الشرائح اللبنانية لا. أما بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة فإن قصة إبعاد اللبنانيين بدأت جماعيا منذ العام 2009 بحسب الناطق باسمهم حسان عليان الذي حمل الدولة مسؤولية التقاعس في أخذ حقوق هؤلاء وتحدى المسؤولين الإماراتيين أن يكون لدى أي من المبعدين مخالفة واحدة في ملفه. أنا سألت أكثر من مرة في أكثر من وسيلة إعلامية أو مقابلة أو حتى باللقاءات مع المسؤولين الرسميين أن يتم توجيه أي اتهام مباشر لأي واحد من هؤلاء الذين أبعدوا من الإمارات أنهم ارتكبوا مخالفة تتعارض مع سياسة البلد أو أنهم قاموا كما يذكرون أو يدعون بتمويل أو مساعدة حزب الله بلبنان. سؤال كبير عند الأجهزة اللبنانية الأمنية المعنية بالتواصل مع الأمنيين الإماراتيين، كيف هذه الأسماء سربت إلى الإماراتيين ومن الذي زود الأجهزة الأمنية الإماراتية أن هؤلاء من فئة معينة من منطقة معينة؟ الإجراء ما بيطال اللبنانيين بشكل جماعي، يمكن في ملف لأسباب شخصية. أحمد فاعور هو حالة تناقض ما قاله الوزير منصور إذ تم إبعاده مع عائلته علما أنه عاش في الإمارات 36 عاما ولم يخرج منها إلا بعد 20 عاما وهو الذي يملك شركات ولديه صفة كفيل لأنه رجل أعمال. فأنا قمت بالفترة اللي فيها 15 يوم اللي عطوني إياها صفيت قد ما فيني صفي من أعمالي وخلصت الموضوع كنسلنا ورجعنا على البلد. 400 عائلة لبنانية أبعدت من الإمارات العربية وسط صمت لبناني رسمي ومطالبة من المبعدين بأن تتم معاملتهم معاملة النازحين السوريين. بعد إعلان كوريا تجربة نووية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة بيروت اليوم. تذكير بالعناوين: إحباط محاولة فرار جديدة من سجن رومي بعد اكتشاف عمليات حفر نفق يؤدي إلى خارج السجن. القاضي صقر يطلب اتهام ميشيل سماحة وعلي مملوك بالتخطيط لأعمال إرهابية واغتيال نواب ورجال دين وسياسيين. القاضي فادي صوان يصدر مذكرة توقيف غيابية في حق محمود الحايك المتهم بمحاولة اغتيال نائب بطرس حرب. الوزير منصور يتسلم مذكرة بلغارية لإحالة ملف تفجير بورغاس على وزارة العدل. طرح مشاريع الانتخاب يتواصل داخل اللجنة الفرعية التي تسابق الوقت للخروج بصيغة اتفاقية قبل نهاية الأسبوع. مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على مطار عسكري يحوي طائرات وذخيرة شمال البلاد. كوريا الشمالية تجري تجربة نووية ناجحة تحت الأرض، تنديد دولي ودعوات لمجلس الأمن لتحرك صارم في هذا الاتجاه. والآن إلى الرياضة مع جورج سويدي. مرحبا جورج. هاي شانتال. هاي جورج، شو حامل الأخبار الرياضية؟ أخبارنا مهمة عن انطلاق تشامبيونز ليج بعد غياب طويل، إضافة لأخبار كرة قدم متفرقة وكرة سلة أمريكية. تفضل جورج. Thank you. إذن بتعود منافسات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم بعد غياب لأكثر من شهرين مع ذهاب الدور الثمن النهائي، وبتستقبل السلتيك اسكتلندي يوفنتوس الإيطالي وفالنسيا الإسباني باريس سان جيرمان الفرنسي. بيسعى يوفنتوس لكسر هيبة فريق السلتيك على أرضه عند ما بيحل ضيف عليه مساء اليوم بذهاب الدور الثمن النهائي. بطل إيطاليا رح يواجه فريق عنيد على أرضه ما خسر خلال مسيرته بالمسابقة من عام 2008 بالسلتيك بارك، وكان أهم إنجازاته الفوز على برشلونة الإسباني بالدور الأول هالموسم، وبالتالي رح يحاول اليوفي العودة بنتيجة إيجابية من اسكتلندا قبل مباراة الرد بتورينو. من جهة تانية بحل بي اس جي ضيف تقيل على فالنسيا وهو عم بيسعى لمتابعة نتائجه اللافتة بالفترة الأخيرة خاصة بالبطولة الفرنسية اللي عم يتصدر ترتيبها، وكان بي اس جي تصدر مجموعته بالدور الأول من الشامبيونز ليج مستفيدا من الأسماء الكبيرة اللي ضم الفريق خاصة هجوميا مع إبراهيموفيتش، لافيتزي، لوكاس مورا وباستوري وغيرهم.
منتابع اخبار كره القدم الاوروبيه ومنتقل لتركيا. اللاعب العاجي ديدييه دروغبا عم بيوصل رسميا لاسطنبول لينضم لنادي غلاتا سراي بطل تركيا، وكان اجرى الفحص الطبي بنجاح تام من بعد مشاركته ببطوله امم افريقيا مع منتخب ساحل العاج بجنوب افريقيا. وانخرط ديدييه دروغبا مباشره بمعسكر فريقه تحضيرا لمباراه بكره مع فريق شالكي بالتشامبيونز ليج. غلاتا سراي بيتصدر البطوله التركيه حاليا بعد ما فاز على انطاليا سبور الاسبوع الماضي 2-0 بمباراه تشارك فيها اللاعب الهولندي ويسلي سنايدر لاول مره كاساسي مع فريقه الجديد. ايضا باجواء الفوتبول وننتقل لامريكا الجنوبيه هالمره، اللاعب خوان رومان ريكويلمي عم بيعود الى بيته الاساسي بعد غياب لسبعه اشهر بسبب خلافات مع النادي. واعلنت اداره البوكا عودة نجم الفريق صاحب 34 سنة، وقرر ريكيلمي انهاء مسيرته الاحترافية مع فريقه الاساسي بعقد لمدة سنة ونص. ووافقت ادارة النادي على عودة لاعبها المفضل بعد ما ابدى رغبته باللعب مع الفريق مجددا، وكانت الاشهر الاخيرة شهدت تغييرات عديدة ابرزها قدوم كارلوس بيانكي لمنصب المدير الفني بالبوكا، الامر اللي زاد من الترحيب بعودة ريكيلمي الى نادي الام. نختم اخبارنا مع كرة السلة الامريكية. NBA مثل العادة بوحدة من المواجهات اللي صارت امبارح المساء، فريق دالاس مافريكس كان عم يستقبل على ارضه بالامريكان ايرلاينز ارينا منافسه اتلانتا هوكس بمباراة قوية ومتقاربة جدا بالاربعاء الاربعاء. الفريق الضيف بهالمباراة نجح بتحقيق الفوز بصعوبة 105-101 بالثواني الأخيرة مع تألق جوش سميث ب 26 نقطة و 13 متابعة، وآل هارفورد مع 21 نقطة و 10 متابعات، بينما كان ديرك نوفيتسكي الألماني أفضل لاعبي دالاس مع 24 نقطة، وأوجي ميو مع 19 نقطة ليحقق فريق الهوكس فوزه 28 مقابل 22 خسارة، بينما تلقى فريق المافز خسارته 29 مقابل 22 فوز فقط، وهو حاليا خارج البلاي أوفز. بأبرز بأن النتائج انتصارات لسان أنطونيو، كليبرز، شارلوت ونيو جيرسي. هذه كانت أبرز أخبارنا. ماجد وشانتال نطلع لكم. شكرا جورج. أعلن الناطق باسم الفاتيكان الأب فيدريكو لومباردي أن البابا بنديكتوس السادس عشر سيودع المؤمنين خلال لقاء عام في ساحة القديس بطرس في 27 من شباط. كوريا الشمالية تحذر من أن التجربة النووية التي قامت بها صباحا ليست سوى مرحلة أولى. في البداية كان الخبر مجرد معلومات عن هزة أرضية، سرعان ما تفاعلت المعطيات بشأنها ليتبين أن في الأمر تجربة نووية كورية شمالية جديدة أكبر من التجربتين السابقتين. كوريا الشمالية أجرت تجربة استخدمت فيها قنبلة مصغرة في تحد للأسرة الدولية التي تجتمع بعد ساعات في مجلس الأمن للرد على هذه الخطوة التي استدعت تنديدا دوليا. استخدام القنبلة المصغرة يثير مخاوف الدول الكبرى لأنه يشير إلى أن بيونغ يانغ باتت تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي تسمح لها بصنع قنبلة صغيرة الحجم يمكن تثبيتها على رأس صاروخ. وفي حين تم تقدير التجربتين السابقتين لكوريا الشمالية بخمسة كيلوتون كحد أقصى، قدرت سيول الانفجار الحالي بأنه ناتج عن 6 أو 7 كيلوتون. ومن المعلوم أن القنبلة الذرية التي تم إلقاؤها على هيروشيما بلغت 15 كيلوتون. المجتمع الدولي سارع إلى إدانة العمل الكوري الشمالي المقلق، ودعا قادة العالم إلى تحرك دولي سريع بمن فيهم الصين التي تعتبر حليفة كوريا الشمالية التي جددت موقفها من نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. حتى إيران انتقدت تجربة كوريا الشمالية النووية الثالثة باعتبار أنه يجب ألا تملك أي دولة السلاح الذري. كيف تبدو مصر في الذكرى الثانية للثورة وتنحي الرئيس المصري حسني مبارك؟ تقرير هشام مهران. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. هذه الكلمات أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، لكن وبعد عامين من الثورة المصرية تحاصر التظاهرات قصر الرئاسة مطالبة برحيل خلفه الإسلامي محمد مرسي بسبب ما يعتبرونه هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة وتمرير دستور غير توافقي.
ربما رئيس الجمهورية ليس هو الفاعل الوحيد في إدارة يعني التفاعلات السياسية في البلاد. هناك عامل آخر، أعتقد أن هناك قيود حتى تأتي من خارج جماعة الإخوان المسلمين ومن خارج مؤسسة الرئاسة، وهو الحسابات الأخرى مع التيار الإسلامي. سياسيا، أعلن حزب النور السلفي حليف الإخوان المسلمين عزم الرئيس المصري تغيير الحكومة الحالية خلال أيام، تنفيذا لمبادرة مشتركة للسلفيين وجبهة الإنقاذ المعارضة كانت مفاجأة للتيار الإسلامي نفسه. في عملية إقصاء شديدة جدا لاحظها الشعب المصري كله، يمكن جزء منها كان بدون قصد، ولكن احنا بنقول ان احنا دائما بعد الثورات لا مفيش حاجة اسمها فصيل واحد يحكم. وفيما تشكو الشرطة المصرية فقد مئات من عناصرها خلال عامين من الثورة، ترصد منظمات حقوقية استمرار انتهاكات حقوق الإنسان كما كانت في عهد النظام السابق. خلال العام الثاني للثورة 165 حالة تعذيب لمواطنين مصريين موثقة، منهم 17 حالة وفاة. في ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، يرى مراقبون أن العناد قاسم مشترك بين موقفه وموقف الرئيس الحالي. مبارك تجاهل مطالب المتظاهرين فارتفع سقف مطالبهم إلى حد المطالبة بإسقاطه. كذلك أيضا تجاهل الرئيس محمد مرسي مطالب المتظاهرين فارتفع سقف مطالبهم إلى حد المطالبة بإسقاطه أيضا. هشام مهران، MTV، القاهرة. أعرب الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة عن ثقته بأن المطالب بالتغيير الديمقراطي ستتحقق في زمن منظور، وأن المعارضة قادرة على حل مشاكل البلاد إذا ما تشكلت الحكومة. وفي الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين في خضم الربيع العربي، جدد المطالبة بقيام ملكية دستورية وبحكومة منتخبة. بعد الإعلان، فستان جيلو يتحدى. نستهل القسم الأخير من النشرة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة ألين. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. مرحبا. رجعت الأجواء المستقرة تسيطر على طقسنا، بانتظار يرجع طقسنا يتحول إلى متقلب ابتداء من نهار الجمعة. أما اليوم فنهارنا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع جو بارد وين ما كان وبشكل خاص بالليل. اتجاه الرياح الجنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 18 و19 درجة، على الجبال بين 9 و13، أما بالداخل فبتسجل الحرارة 12 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل، والجو مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق الوديعة اللبنانية؟ منشوف بها الجولة من الجو، ومننطلق من منجز مع 14 درجة طرابلس، 18، 11 درجة بكور، حدث الجبة 9 درجات بيت شليلة 11، 10 بفقرة، 14 درجة بالمياسي، عرية 18، شويفات صيدا وصور 19 درجة، وطقس غائم إلى صافي بكافة المناطق 12 درجة بالخيم، 13 درجة بيجب جنين، دير الأحمر 12 درجة، والختام بالأعمى 12 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام الجايين. يوم الثلاثاء بتسجل حرارة 19 درجة بالنهار، وطقسنا غائم إلى صافي، طقسنا بيتحول إلى مشمس. نهار الأربعاء مع 22 درجة، 25 درجة لنهار الخميس. ولكل محبي السكي هيدا الطقس كتير مناسب لكم، وبيتحول طقسنا إلى ممطر الجمعة مع 20 درجة. نختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع بتابعوها أكيد بنشرتنا الجاية. الختام مع صفحة متفرقة سريعة.
بعد استقبال السنة القمرية الجديدة وهي سنة الأفعى، انطلقت بميانمار المسابقة السنوية لرقصة الأسود. هالحدث جذب مئات الناس إلى تشاينا تاون يلي كانت عم بتشع بالألعاب النارية والبالونات الضخمة. أزياء مميزة وكميات هائلة من البيرة هي اللي بتطبع هوية مهرجان كولونيا السنوي بألمانيا يلي انطلق بنسخته الخامسة. المهرجان بيتخلل سهرات عديدة. إلى أخبار المشاهير، فستان جيلو بحفل توزيع جوائز الجرامي أحدث ضجة، وبقول النقاد إنها بوقفتها كانت عم تجرب تتقلد الممثلة أنجلينا جولي، وهي غضت النظر عن المذكرة يلي كانت صدرت قبل الحفل وطلبت من الجميع الاحتشام. أما الممثل بروس ويلس فاستلم بباريس جائزة مرموقة جدا من وزيرة الثقافة الفرنسية. السكان بهداع الصغيرة بتايلاند عم بيروجوا لحماية أهم الحيوانات عندهم وزيادة عددهم، وهن الجواميس، ولهالغاية عم بيحتفلوا بزواج اثنين منهم. كبار المسؤولين بالبلاد حضروا هالزفاف المحصور بالتقاليد التايلاندية فقط. نشرة بيروت اليوم انتهت. نذكركم مشاهدينا أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار دائما عبر صفحاتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. القسم الثاني حوار يجريه الزميل فادي مع الناشط السياسي في قوى 14 من آذار أستاذ سيبو مخجيان. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.